بسم الله الرحمن الرحيم. احنا كنا ابتدينا المرة اللي فاتت في البيزل سيل كارسينوما تبع الديرموسكوبي اوف نون ميلانوسيتيك ليجن، وقلنا ان احنا لو ما لقيناش الباترنز بتاعه الميلانوسيتيك ليجن سواء كانت ريتيكولار باترن او جلوبولار او هوموجينوس او ايفن شبيتزويد زي ما احنا بنقول، يبقى بفكر انها نون ميلانوسيتيك ليجن، فبدور على كل باترن منفصل لكل واحد منهم. قلنا البيزل سيل كارسينوما، والنهارده المفروض ان شاء الله نكمل السيبوريك كيراتوزيس. في كذا حاجه، يعني الحاجات اللي هنشوف السيبوريك كيراتوزيس هنقولها، هنعملها نيوميريشن الاول وبعدين هنشوف بالصور واحد واحد بالتفصيل. هنعدهم الاول، الحاجات اللي بنشوفها اشهرهم الكوميدو لايك اوبننجز، الميليا لايك سيستس، الفيشرز اند ريدجز، سيربيفورم باترن، الفات فينجرز والموث ايتن بوردر، هيربن لايك فيسلز والبيجمنت نتورك ممكن نشوفها، هنشوف ازاي، والفينجر برينت باترن. دي اول صوره لينا للسيبوريك كيراتوزيس اللي احنا شايفينه فيها في النقط اللي لونها غامق او الاسود اللي احنا بنقول عليها كوميدو لايك اوبننج، زي دي وزي دي موجودين كتير. دول بيبقوا عباره عن الدايليتد فوليكلز وفيها كيراتين بلاج وفتحه على الابيديرما سيرفيس، فبشوفها بالديرموسكوب شبه الكوميدو، فبقول عليها الكوميدو لايك اوبني كانها بلاك هيدز. وفي المقابل في الوايتش اللي كانهم شبه النجوم دول الصغيرين، دول بنقول عليهم ميليا لايك سيست، لونهم شبه الميليا بيبقوا شايني. دول بيبقوا كورليتد مع الكيراتين سيست اللي موجوده جوه الابيديرمس، ما بتبقاش فاتحين على بره. يبقى الكوميدو لايك اوبننجز اللي لونهم غامق وفاتحين يبقوا شكلهم زي الكيراتوتيك بلاج او شبه البلاك هيد، والابيض دول اللي احنا بنقول عليهم الميليا لايك سيست. ودول لما بشوفهم بيساعدوا قوي اعرف ان الليجن ده سيبوريك كيراتوزيس حتى لو شكله متغير شويه. صوره تانية نفس الكلام، النقط الغامقه زي ده كده مثلا، دي كوميدو لايك اوبننج، في حين ان الابيض اللي على البريفري او حتى في السنتر دول الستار لايك بنقول عليهم الميليا لايك سيست. ده الباثولوجي بتاعهم اللي انا بشوفها في كذا شكل في الباثولوجي حسب الانواع بتاعه السيبوريك كيراتوزيس، سواء كانت اكانثوتيك تايب او الهايبر كيراتوتيك تايب او الريتيكوليتد. اللي احنا شايفينهم فاتحين على بره الدايليتد فوليكل اللي فيها كيراتين بلاج وفاتحه على الديرما سيرفيس، دي اللي بتوريني الكوميدو لايك اوبننج بالديرموسكوب، في حين ان السيست الصغيره اللي موجوده جوه زي دي وزي دول اللي هما بيبقوا كيراتين سيست ومش فاتحين على فوق، دول اللي بيدوا الميليا لايك سيست اللي بشوفهم شايني ولونهم ابيض بالدوموسكوبي. دي واحده كمان مليانه كلها النقط البيضه الشايني دي اللي احنا بنقول عليها ميليا لايك سيست، دي باين فيها ايه سيبوريك كيراتوز، دي اللي انا شايفاها من النقط الغامقه دي كوميدو لايك اوبننجز. خلاص لو شفت الليجن دوت دي سيبوريك كيراتوزيس. يعني في حاجة تانية بيبقى فيها كوميدو لايك اوبننج بس لو فيها دايليتد برضو فوليكلز وفيها كيراتين، لكن دي الموست كومن وكلهم ليجن بناين، فحتى لو اتلخبطت فيهم مش هتفرق كتير، بس خلينا نحفظها الاول في الكاركترستيك اللي هي السيبوريك كيراتوزيس. هنا شايفين ايه برضو؟ طبعا الليجن دوت لارج وبابيلوميتس، بس احنا كمننا بصينا عليه من فوق فهنلاقي السيرفيس بتاعه شكله كانوا داخل طالع، وفي النص ما بينهم في الكوميدو لايك اوبننج، هنا لونها مش غامق قوي لكنها عامله زي الزلط زي دي ودي ودي، دول كلهم كوميدو لايك اوبننج. وفي واحده ميليا لايك سيست اهي صغيره لونها ابيض، دي مش فاتحه على السيرفس، لكن اللي فاتح على السيرفس ده ومجمعين كيراتين دي كوميدو لايك اوبننج. دي سيبوريك كيراتوزيس تانية، ودول كل الغامق ده كوميدو لايك اوبننج. دول نفس الكلام كلهم دول كوميدو لايك اوبننج في الفتحات اللي موجوده، هنا برضو لونهم اسود غامق دول، رغم دي مستخبيه جوه الشعر لكن خلاص ما دام شفت دول دي سيبوريك كيراتوز. وهنا برضو اهم كتير جدا مالين الفيلد كله، مفيش اي فايندينج تاني واضح، حتى هنا مفيش ميليا لايك سيست لكن الكوميدو لايك اوبننجز دي باينه اهو. احنا جايبين بس صور كتير عشان يبقى الكلام مفهوم، كل الفتحات او الخروم اللي على السيرفس دي اللي فيها كيراتين رغم انها مش ويل ديفايند ليجن.
هنا لونهم فاتح، ما هماش اسود، لكن برضو باين ان هما فاتحين على السيرفس وعاملين زي الزلط دي ودي ودي، كل دول الفتحات بتاعت الكوميدو لايك اوبننجز. هنا لونهم ابيض، لكن برضو هلاقيهم متجمعين زي الطوب كده، رغم ان هما لونهم ابيض، لكن باين ان دي حاجة فاتحة اوبننج فاتح على السيرفس وفي بلاج. حتى هنا لونهم اصفر، ده كان بيشنت مصورينه وكانت في الفيس، وكان يعني شكلها هم دول عاملين زي الزلط بالظبط، لكن كل دول كانوا فتحات والكيراتين فيهم لونه يلوش وايت، كان شكلها غريب شوية، بس دي برضه كوميدو لايك اوبننج يلخبطوا حبة عشان لونهم مش غامق، لكن مفيش حاجة هتدي المنظر ده، باين دي تجمعات من الكيراتين في الفتحات. ساعات ما بلاقيش الكيراتين نفسه، بس بشوف الفتحات وبشوفها طويلة، وخاصة في البابلوم تسليجن عشان هو بيبقى طالع نازل، فبلاقيها دول بنقول عليها فيشرز، اللي هي لما تكون الاوبننجز عاملة خط طويل زي الفيشر، يعني دول اوبننجز الصغيرين، لكن زي الخط ده والخط ده دول بنقول عليهم فيشر. هي نفس الفكرة، بس الدوائر دي هي الفوليكولار اوبننج اللي دايليتد، لكن الخطوط الطويلة دي هي المسافات اللي ما بين البابلوم تسليجا عشان انا بص عليه من فوق، يعني لو ليجن عامل بابيلي فانا بشوفه من فوق عكس ما بشوفه في الباثولوجي من الفيرتيكال فيو، لما بنشوفه من فوق بنشوف المسافات اللي ما بين البابيلي دي كأنها خطوط طويلة، عشان كده بنقول عليها ان دي فيشرز. ممكن برضو تبقى معبية كراتين زيها زي الفيكر اوبننج الواسعة، لكن دي برضو ممكن تعبي الكراتين وتدي منظر بتاع الكوميد لايك اوبننج، وفوق ممكن ما تبقاش فيها حاجة، تبقى مجرد خطوط طويلة كده اللي بقول عليها فيشرز، وما بينهم الحتت اللي ما بين كل فيشر والتانية بنقول عليها ريدج، باعتبار ان دي الحتة العالية اللي خلت دي الحتة اللي تبان ديبريست. فعشان كده ما نيجي نقرا فيشرز اند ريدجز هي نفس الفكرة، ليجن بابلومتس وانا بص عليه من فوق، الحتة اللي نازلة لتحت بنقول عليها فيشرز، بتبان كخطوط عشان انا بص من فوق، وما بينهم بنقول عليها الريدجز. التقاء الخطوط اللي هي طالع نازل ده ساعات بيديني منظر برين لايك، او اللي هي السالكاي الجيرال اللي بقول عليها سريبري فورم باتر، بشوفها كتير في سبوريك كيراتوزس، وبتساعدني في التشخيص حتى لو احنا مش شايفين اي حاجة تانية. ده شكلها في الباثولوجي، البابيلي الحتت اللي نازلة واللي طالعة، الجزء اللي ما بين البابيلي ده اللي انا ببص عليه من فوق بيبان كأنه خط او تانل بقول عليها فيشر، والجزء الاليفيتد دوت اللي هو الريدجز. طبعا الكيراتين سيست موجودة باينين من جوه دول، او حتى في الباثولوجي من الحاجات المميزة، وساعات الفيشر ده بيعبي كيراتين زي دي مثلا اللي باينة في الصورة، ده مش معبي لكن ده فيه كيراتين اهو، الجزء اللي لونه بامبي، وكل دول فيشرز، دي ودي اللي هشوفها من فوق ودي فيشرز لو بصينا عليه من فوق. دي سيبريك كيراتوزس اهي، وشايفين فيها ايه، كل الخطوط الطويلة دي عبارة عن فيشرز دي ودي، وما بينهم ريدجز، ومديه الشكل اللي احنا بنقول عليه برين لايك او ساكاي جيروي او السريبري فورم باترن، وفي كوميدو لايك اوبننج هم الموجودين زي دي ودي ودي، ولكن الشكل العام ليه هو السريبري فورم باترن. ساعات الريدجز بتدي الشكل بتاعها اللي هو شبه البرين، بس لو بصينا عليها لوحدها، لو بصينا مثلا على الحتة دي او اللي جنبها، هما في حد شبهها وقال ان دي شبه الفات فينجرز، يعني الصوابع التخينة شوية، فقال ان الشكل دوت اللي بيبقى اكستندد لبره من الريدجز كأنه فات فينجر، هو وصف غريب بس عشان ما نيجي نقراه نبقى فاهمين عبارة عن ايه. دي عبارة عن يعني زي ما قلنا عشان ما نتلخبطش، الخطوط الطويلة النازلة لتحت دي هي الفيشرز، لكن الجزء اللي ما بينهم هو الريدج. الريدج لما بيبقى اكستندنج ساعات زي ده وزي ده بيقولوا عليها الفات فينجرز، يعني انها شبه فينجر لكنه فات شوية. دي برضو بابلومتس سبريك كيراتوزس، مش باين فيها كوميد لايك اوبننج ولا حاجة، بس واخدة برضو السريبري فورم باترن اللي هو البرين لايك، وعبارة عن حتت عالية زي ما قلنا اللي هي الريدج، وما بينهم الحتت الديبريسد اللي احنا بنقول عليها الفيشرز، والريدج ساعات بتدي شكل فات فينجر زي دي ودي، دول باينين كده كأنهم صوابع مليانة. ده برضو بابلوم تسيجة من سبوريك كارتوزس، عشان نفتكر ان ده لما ببص عليه من فوق بيدي شكل فيشرز وريدج، او البرين لايك لما يبقى يعني الاتنين ده طالعين نازلين زي السالكاي الجرايد بتاعة البرين. نفس الكلام
برضو برين لايت باترنز، بريك كراتوز الصغيرة كده، ده برضو نفس الكلام. كل اللي انا شايفاه من فوق ده التيب بتاعت البابلون تسليجن، والحتت الدبريس اللي ما بينها هي الفيشرز. في نوع كمان بقى من السبريك كيراتوزس اسمه ارتكوليتد، ما بيبقاش بابلومتس لكن الابيدرمس بيبقى اكستندنج في الديرمس على هيئة لاينز، او عشان كده اسمها ريتيكوليت، يعني بيبقى شبه الشبكة وبتبقى بيجمنتد، كل الحبال الطويلة اللي احنا شايفينها اكستندنج لتحت دي، ده اسمه ريتيكوليتد تايب. ودوت طبعا لما هاجي اشوفه بالدرموسكوب زي ما انتوا شايفين في الصورة، مش هشوف قوي كوميدو لايك اوبننجز، ومش هشوف قوي البرين لايك باتر لانه مش بابلومتس اصلا، لكن الستراندز النازله من الابيديرمس دي بتديني ساعات شكل البيجمنت نتورك بتاع الميلانوسيتيك ليجن، وبتلخبطنا ان هي دي سيبوريك كيراتوزس، ده فيها نتورك ولا ده ميلانوسيتيك ليجن، يعني دي نيفاس. فالستراندز اللي نازله دي هي اللي ساعات بتديني شكل النتورك من فوق. طبعا في الباثولوجي باين عشان فيها الكيراتين سيستم المميزه للسيبوريك كيراتوزس، باينين طبعا الكبار دول. يمكن في الدرموسكوب ساعات الريتيكوليت التايب دي بتلخبط، لكن ان جنرال لو بتلخبطنا يعني هي هتفرق كتير لو هي شايفاها شاكه انها سيبوريك كيراتوز او بيناين، بس لا هي في كل الحالات بيناين، حتى لو اتلخبطنا مفيش مشكله، بس بنخاف لو الليجن يلخبط مع حاجه زي الانتايج ومالجنا يعني. وعموما التايب ده من السيبوريك كيراتوزس الريتيكوليت التايب ده usually بيبقى arising on top of solar lentigen. solar lentigen اللي بتيجي عند الناس نتيجة actinic damage في الأماكن sun exposed، في الكورس بتاعها ساعات ال solar lentigen بيطلع فوقيها سيبوريك كيراتوزس، عادة بيبقى التايب ده يعني بي predispose ان يطلع فوقيها reticulated sebaceous، عشان كده ساعات الاتنين بيبقوا شبه بعض. دي ليجن، هي دي سيبوريك كيراتوزس فيها نتورك، لو احنا شايفين على الناحية الشمال دي شكلها شبه الشبكة اتلخبط مع الميلانوسيتيك ليجن، فساعات ممكن نشوف نتورك فيها لكن ما هياش ويل ديفاين نتورك، شكلها انتربتد. وساعات بلاك كوميدو لايك اوبننج بتساعد ان احنا نقول دي سيبريك كيراتوزس، ما هياش ميلانوسيتيك ليجن. ساعات بقى بنشوف الشكل ده برضو في السيبريك كيراتوزس اللي هو شبه الفينجر برينت، بقول عليه فينجر برينت لايك باترن، بتبقى بارلل لاين كده كيرفد، شكلها لما اجي ابص عليها بقول ان ده فينجر برينت شبه البصمه بالظبط. بشوفها اكتر في الفلات ليجن من السبريك كيراتوزس، زي دي برده واخده شكل البصمه لكن في كام واحده كوميدو لايك اوبننج في النص زي دي ودي بيساعدوا في التشخيص، لكن الفينجر برينت لايك باترن ده بيتشاف بنشوفه، وزي دي كده برده شبه الفينجر برينت كأن حد ضغط عليها بصبعه، ده تايب من السيبريك كيراتوزس. ساعات بيلخبط، دي بيشن كان عندها على الهاندز، طبعا لما نشوفها نقول ان دي سولار لينتجن، لكن بالدرموسكوبي كانت مديه الشكل ده هاني كام بلايك باترن كلها، يعني دي في النص دي خروم صغيره مديه شكل خليه النحل بالظبط. ده برضو ده تايب من السيبريك كيراتوزس، لما ابتدينا نشوف بالدرموسكوب كتير بقينا بنشوفه، الاليفيشنز الصغيره الخفيفه دي بتبان في الدرموسكوب كانها هاني كامب. دي واحده ثانيه شبهها اهي شفناها كتير، ودي برضو لو احنا دققنا في الصوره كل دي فتحات ما بينهم حتت عاليه، لكن مديه الشكل بتاع خليه النحل دي، بس الباثولوجي بيطلع سبريك كيراتوزس نفس الكلام اهي. مكتوب بقى ان في السبريك كارتوز ان انا ممكن الاقي فاسكولار باتن، يعني الاقي فاسكولار ليجن، الحقيقه ده صعب قوي ان هو يتشاف، انا عمري شفت يمكن في الفير سكين اكتر، ان هو مكتوب ان احنا بنلاقيه غالبا فيسلز سراوندد بوايت هالو هيربن، عاده بيبقى شكلها شبه الدبوس المشبك او الهيربن وحواليها وايت هالو، من المميز في السبريك كارتوزس، لكن الحقيقه الواحد ما بيشوفهاش في الشغل، يعني دي صور حتى من الكتاب لان انا نفسي ما شفتهاش، ممكن محتاجه تكبير اكتر من الهاند هيلد مايكروسكوب زي الصغيره دي واللي جنبها الفيسلز في السبريك كارتوز، وجنبها لو شايفين الصوره في ميليا لايك سيست الابيض والكوميد لايك اوبننج الغامقين دول، لكن الحقيقه ده مش بنشوفه كتير. يبقى عشان نراجع الكلام اللي احنا قلناه، احنا قلنا انه
احنا اشهر حاجات هي كوميدو لايك اوبننجز والميليا لايك سيست اللي هي كيراتين بيلز اللي موجوده جوه في الابيديرمس ومش فاتحه على فوق، ان انا ممكن الاقي فيشرز وريدجز. ده شكل البابيليا لما بص عليه من فوق، الحته الديبريسد فيشرز والحته العاليه ريدجز، ساعات بتدي شكل البرين لايك باترن السيريبري فورم شبه البرين، وفي نفس الوقت ساعات الريدجز بتبقى مديه شكل الفات فينجرز، الحته اللي شبه الفاد شبه الفينجرز دي اللي بتبقى اكستندنج. حاجه ملهاش قيمه قوي، لكن عشان نبقى فاهمين جت منين. الارتكوليتد تايب ممكن ساعات يديني شكل نتورك، وساعات بيدي شكل الفينجر برينت لايك باترن. دول اهم حاجات في السيبوريك كيراتوزيس. دي بيشنت عندها ليجن ده على الفيس، دي ايه دي سولار لنتايجو، سولار لينج نتيجه الاكتينيك سان اكسبوجر من الاكتينيك دامج. احنا زي ما قلنا ان السولار لنتايجو ده بيناين ليجن وممكن يطلع فوقه سبريكاتوزيس، غالبا بتبقى ارتكريت تايب. عشان كده الفايندنجز اللي فيها بيبقى شبه حاجات بنشوفها في سبريكاتوزيس. الباثولوجي بتاعها يبقى فيها اكستنشنز نازل من الابيديرمس الدرمس وبيجمنتد اللي احنا شايفينه في الصوره ده، البيجمنتد اكستنشن دي، وبنقول عليها الديرتي فيت، ساعات بيسموها كده الديرتي فيت، لكنها بيناين ليجن ما منوش اي قلق. بشوف في ايه في السولار لنتايجو شبه السبريك كيراتوزا زي ما قلنا، لان هما قريب من بعض. البوردة بتاعها بيبقى ماس ايتن يعني كأنه متاكل. ممكن اشوفها هوموجنس براون بيجمنتيشن يعني كلها واخدة لون هوموجنس براون. ممكن اشوف فيها برضو فينجر برينت وبيجمنتد نتورك زي اللي احنا قلناها ارتكوليتد سبريك، وده متوقع. ممكن اشوف بيري فوليكولار بيجمنتيشن. دي واحدة سولار لنتايجو. لو نبص على البوردر بتاعها هو ويل ديفايند ولكنه كأنه متاكل من حتت يعني زي دي وزي دي، فعشان كده بنقول عليها الموث ايتن بوردر. دي من الحاجات المميزة فيه لما بنتلخبط. دي واحدة تانية برضو موث ايتن لو بصيتوا على البوردر كأن في حد قارضها. وفي في النص زي بقايا نتورك بنقول عليها انتربتد نتورك، صغيرين قوي لو كانت باينة يعني، متقطعة ما هيش نتورك نظيفة حلوة زي بتاعة الميلانوسيتيك ليجن. نفس المنظر دي برضو سولار لنتايجو فيها هوموجنس بيجمنتيشن. دي مش باين فيها حاجة اكتر منها هوموجنس بيجمنتيشن، برضو فيها حتت متقطعة موث ايدن. دي سولار لنتايجو برضو مش ويل ديفايند، بنقول عليها انتربت نتورك اللي احنا شايفينها دي نتورك شبكة. هتفرق بقى ان انا اشك انها سولار لنتايجو ولا ميلانوسيتيك نيفاس مثلا. لا التو ليجنز بناين مفيش مشكله منهاش قلق. دي شكلها من قريب، او في تيلنجكتيزي عشان البيشنت عندها اكتينيك دامج يعني، لكن هي برضو انتربتد نتورك ومتقطعه ما بلاقيهاش ويل ديفاين زي الميلانوسيتيك ليجن. ساعات بتدي المنظر برضو بتاع الفينجر برينت اللي هو كانها بصمه صباع زي سبريكاتوز، عشان قلنا الاثنين قرايب من بعض ممكن يطلعوا فوق بعض. وزي دي فينجر برينت لايك باترن كان حد دايس بصباعه عليها. وساعات نلاقي ناس بيشنتس يعني بيبقى عندهم تايب من السولار لنتايب، وده اللي احنا بنقول عليه الانك سبوت، بتبقى لونها غامق شبه الحبر او لونها تقريبا بيبقى اسود ولكنها بيناين. ساعات بس في ناس بتخاف منها انها تبقى لنتايجو ماليجنا، وونس ان الواحد خايف يبقى الافضل ان الليجن يتشال. لكن في طيب منه عشان نبقى عارفين بيبقى لونه بيجمنتد من السولار انجن، بنقول عليها انك سبوت. ملهاش سيجنيفيكانت قوي بس عشان احنا بنقول كل التايبس دلوقتي. هنكتفي بالحد هنا النهاردة، وان شاء الله هنكمل المرة الجاية. شكرا.